بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناه زينب المغير. اليوم ان شاء الله اخواتي غادي نحضر معكم ملفي، يعني هذه الوصفه اللي كان على طلبات كثيره. اليوم ان شاء الله غادي نقدموها، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم اخواتي ما تنسوا بحال ديما ديروا لايك، اشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. اول حاجه غادي نحتاجوا لها بالنسبه لهاد الملفي هذه هي غادي نحتاجوا لاباط فيتي. لاباط فيتي سبق لي حضرتها معكم، غادي نخلي لكم الرابط باش تعرفوا على مكونات الطريقه باش خدمناها. غادي ناخذوا لاباط فيتي ديالنا، غادي نطلقوها، وغادي ناخذوا واحد اللاطه ديال الفران، غادي نديروا فيها العجين ديالنا. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يقطعوه هو الاول عاد يطيبوه، يمكن لهم يقطعوه عاد يطيبوه، انا غادي نطيبوه عاد غادي نقطعوه. كناخذوا العجين حتى يكون رقيق، الا كتلاحظوا معايا هنا العجين خاصو يكون رقيق، وهنايا تنثقبوه مزيان اما بواحد الفورشيط اولا بهذه الاله هذه. يعني نحاولوا ضروري، ما علاش خاصنا نثقبوه؟ باش ما يتنفخش لينا، خاصو ما يتنفخش لينا نهائيا. حنا ما بغينا، ماشي غرضنا اننا يتنفخ لينا، لهذا ضروري ما تثقبوه. وكيكون رقيق، يعني العجين ديال لاباط فيتي ديال الملفي خاصها تكون رقيقه. دابا غادي ناخذوا هاد، انا بالنسبه ليا الاخوات اللي خافوا انهم الا دخلنا الفران انها تنفخ اولا هذا، يمكن لهم يديروا واحد بابيي سلفوغيزي من الفوق ويتقلوها بشي لاطه تكون ثقيله وكندخلوها الفران. انا غادي نوريكم واحد لاستيس كنديرها. كناخذ شويه ديال السكر الخشن اولا السكر سنيده، تنغش شويه من الفوق تنديرها على العجين ديالي. غادي ناخذ واحد بابيي سلفوغيزي، غادي نديرو من الفوق بهذه الطريقه هذه. الا خفتوا كيف ما قلت لكم انكم يتنفخ لكم العجين، تديروا فوق منه شي حاجه كندخلوا الفران، شي بلا ولا هذا يكون ثقيل وكندخلوا الفران. بالنسبه للفران كيكون مسخن من قبل، يعني من الاستدامه ملي كتبدا تطالي العجينه ديالها، تحاول ملي كتبدا تطلق العجينه تسرحها تشعل الفران. الفران كيكون مسخن على 200 درجه، ضروري ما يسخن واحد 10 حتى 15 دقيقه قبل كيكون سخون. ملي غادي ندخلو غادي نخلو واحد 10 دقائق على 200 درجه، 10 دقائق بالحساب على 200 درجه. من بعد كنهبطو حتى 170 درجه اولا 180، كنقصو العافيه وكنخليوها حتى وكان كطيب وكتحمر مزيان. الغرض احنا غرضنا انها تكون طيبه ومحمره مزيان، يعني ضروري ما تحمر. انا راني مجدها من قبل، غادي نوريكم ولينا غادي نطيب معكم. هذه هانتوما هذه رانا ديجا طيبتها، لاحظوا معايا طيبه ومورقه مزيان، خاصها تكون طيبه من الجناب بجوج، يعني من الجوانب بجوج، وتكون ميم طون محمره، يعني خاصها تحمر مزيان. يعني هذه من باش بارفو الاخوات، ولا بعض المرات الاخوات كيطيبوا لاباط فيتي وملي تيخليوها حتى وكان كترتاح كترطب ليهم العجينه، لهذا كنقول لكم حاولوا انكم طيبوا العجينه مزيان. غادي دابا ندوزو نطيبو لاباط فيتي ديالنا، وغادي ندوزو باش نوجدو الكريمه. بالنسبه للكريمه اللي غادي نديرو في هاد الملفي هادي، غنحتاجو ليها على بركه الله. هنا عندي لاكريم باتيسير اللي حضرتها من قبل، لاكريم باتيسير سبق لي حضرتها معكم، غنخلي لكم الرابط باش تعرفوا المكونات اللي درنا فيها والطريقه كيفاش خدمناها. نسمت هنايا بالقشور ديال الحامض، عندي هنايا واحد الرابعه ديال لاكريم لاكريم شانتيي، يعني القشده الطريه اللي خديتها وطلعتها على شكل شانتيي. انتم يمكن لكم ديروا اما لاكريم شانتيي ليكيد لاكريم فريش ليكيد، ولا ديروا لاكريم فريش اللي كتكون عباره على بودره كطلعوها بالحليب. هنا عندي جوج معالق كبار ديال اللوز مطحون، هذا ماشي لوز، هذا البخالة اللي سبق لي وحضرت معكم به لابيش، خديته هو لوز كراميليزي، خديته وطحنته باش يعطيني واحد النكهة ويعطيني واحد المذاق خاص لهاد الكريمة هادي. كتعرفوا دابا ان ملفي خرجت على ديك ملفي الكلاسيك اللي كنديرو بلا كريم باتيسير، ودابا كلشي ولا تيدير، يعني تيبدع. كاينين لا كريم باتيسير اللي كنلقاوهم فيهم الاناناس، فيهم لي فرومبواز، هذه ديال اللوز كتجي رائعه وكتبع بواحد الثمن اللي هو خيالي، يعني كنلقاوها بارفو ب 15 حتى 20 درهم. هي فيها اما تيديروا فيها هاد اللوز ولا تيديروا فيها البخاليني. البخاليني راني سبق لي حضرته معكم تينكوها. كتعرفوا كذلك بالنسبه لهاد، انا غادي ندير هاد لا كريم ديبلوما اللي كتكون فيها لا كريم باتيسير. لا كريم ديبلوما كتكون فيها لا كريم
باتيسير ولا كريم شونتي. كاين يمكن لكم ديروا لا كريم موسلين، يمكن لكم ديروا لا كريم بور، يعني كاين بزاف ديال المسائل كريمي، يعني كريمه الحامض ولا كريمه الليمون اللي سبق لي حضرت معكم. يعني ولاو بزاف ديال الاشياء ديال الكريمات اللي يمكن لينا نديروا بهم ميلفي. انا اليوم غادي نقترح عليكم بهاد المكونات هادو، وتيقوني الى هاد الكريمه هادي تجي من ألد ما يكون. يعني انا بالنسبه ليا انا تنفضل هاد الكريمه هادي، لانها كتجي جديده وجديده بزاف. ندوز على بركه الله طريقه التحضير. غادي نجيب لا كريم باتيسير ديالي، كيف ما كتلاحظوا راها بارده، يعني ما نديروها شويه سخونه، نخليوها حتى تبرد، نغطيوها ضروري نغطيوها بواحد الفيلم اليمونتير او لا بلاستيك غذائي، ونخليوها تبرد على خاطرها. انا غادي نخفقها واحد شويه، عاد غادي نبدا نضيف ليها لا كريم شونتي. بسم الله. من بعد ما خفقت كما كتلاحظوا لا كريم باتيسير ديالي ولا يعني كريمه الحلواني، غادي نضيف دابا على بركه الله، غادي نقص السرعه وغادي نضيف لا كريم شونتي. بسم الله. هنا كتلاحظوا الكريمه اللي حصلنا عليها. دابا غادي نضيف على بركه الله اللوز اللي عندي. بسم الله. هنا لاحظوا الكريمه اخواتي اللي حصلنا عليها. بالنسبه للاخوات اللي ما متوفراش عندهم لا كريم فريش ولا ما متوفراش عندهم القشطه الطريه، كياخذوا واحد جوج علب ديال فرماج فري، يعني هذاك بيرلي مسوس، يضيفوه لا كريم باتيسير. كياخذوا واحد جوج علب ديال لا كريم ديال بيرلي، يعني هذاك الفرماج فري هو اللي تنضيفوه بدل القشده الطريه. حضرنا لاباط، حضرنا الكريمه، غادي ندوزو دابا باش نحضرو الفوندو. الفوندو بطبيعة الحال كتعرفوا ان كيتباع، وهذا غير البديل، يعني واحد حنعطيو واحد الكلاصاج اللي بديل هذاك الفوندو اللي تيتباع. غادي نحتاجو ليه 225 غرام ديال السكر كلاصي يكون مغربل من نوع جيد، غادي نحتاجو قبيصه ديال المحرشه ديال الملحه، غادي نحتاجو 5 مليلتر ديال عصير الحامض، وغادي نحتاجو 15 مليلتر ديال الماء. هادو هما المكونات. كاينين طرق كثيره لهاد الكلاصاج هذا، كاينين طرق كثيره، كاين اللي فيه الزبده، كاين اللي فيه الجليكوز، كاين اللي فيه بياض البيض، يعني كاين بزاف ديال الانواع. انا حاولت نختار لكم الساهل، يعني الساهل اللي يمكن السيدة انها ديرو. انا بياض البيض ما تنديروش لانه ما تيعجبنيش المذاق ديالو، واخا كيتهرس بالحامض كيبقى المذاق ديالو انا ما تيعجبنيش. لهذا هذا ساهل يعني شي حاجه اللي هي سهله. فمثلا 25 غرام ديال السكر كلاصي، قصه ديال الملحه، 5 مليلتر ديال العصير الحامض، و15 مليلتر ديال الماء. ندوزو على بركه الله الطريقه، فهي جد سهله. واحد القبيصه ديال الملح، علاش الملح؟ الملح غتهرس لينا واحد شويه الجهد ديال الحلاوه، شويه واحد القبيصه ديال الملح. غادي نديرو الحامض والماء. انا ما غاديش نضيفو كامل دابا، غادي نحاول نحرك، عاد غادي نضيف الماء. بالنسبه للماء، الا جاكم ثقيل كتخفوه بالماء، والا جاكم خفيف فبدل من ديك 225 غرام ديال السكر كتزيدوا واحد شويه حتى كتحصلوا على الكثافه اللي بغيتوا. هنا من بعد ما كطيب لاباط فيتي ديالنا بطبيعه الحال كنحاول نقسموها على حسب عدد الافراد اللي بغيتو. انا يا عرفت ما غاديش ندير كميه اللي هي كثيره، تنوضعوا هكا لا كريم ديالنا بهذه الطريقه. غادي نوضع هنا طبقه اخرى من لاباط، ونوضعوا الكريمه. غادي نجيب هنايا الطبقه الاخيره، هذه هي الجهه الفوقانيه، غادي نحاول نقلبها باش تجيني مقاده. غادي نقلبها، غادي نحاول نضغط عليها بشي حاجه، حاولوا تضغطوا عليها باش تلصق لكم تجيكم فينيه. كيف قلت لكم غادي نحاول نضغط عليها واخا تخرج ليا الكريمه، معليش. غادي نجيب واحد سباتيلا ونزول الفائض ديال الكريمه اللي عندي بهذه الطريقه. هنا غادي نوضعوا الكلاصاج اللي صايبنا، نحاولوا نطاليو بواحد سباتيلا. هنا غادي نوضعوا خطوط من الشكلاط، وتنحاولوا نديروا دي موتيف بهذه الطريقه هذه.
غادي نخليوها حتى وكان تبرد مزيان، يعني ندير واحد ساعتين ولا 3 سوايع في الثلاجه، عاد يمكن لينا نقطعوها ونقدموها. هنا كما كتلاحظوا معي اخواتي، من بعد ما يعني درنا دوك لي موتيف بالشكلاط في الملفي ديالنا، انا يا ما تنيتش عليها حتى وكان بردات، انا قطعت هذيك الساعات، وانما انتما اخواتي حاولوا تسيني عليها قد ما بقات، قد ما يعني واحد جوج سوايع 3 سوايع الحين تتقطع معكم وتجيكم هي هذيك. انا شويه زربانه ديك الساعات قطعتها، ما كتخر. انا بالنسبه لي ديك الكميه اللي درت على حسب عدد الافراد الاسره ديالي، 4 الحبات كافيين، وكتعرفوا راه عامره سكريات يعني ما نعاودش لكم، يعني حب واحد راه انا درت غير 4 الحبات، يعني خرجت لي واحد 3، خرجت لي 6 الحبات، 6 الحبات هذيك القضيه، هذيك الكميه اللي درت خرجت لي 6 الحبات، وهذيك لاكريم اللي درنا فيها تتجي لذيذه من اروع ما يكون، احسن من لاكريم باتيسير. يعني كتشوف الاغلبيه كدير غير لاكريم باتيسير، هذيك اللي درنا كتجي لذيذه، وحتى هذاك الكلاصاج يعني شي حاجه اللي هي خفيفه، يمكن لكم ديروا فيه بيض البيض، ما كاين حتى شي مشكل، انا ما تنديرش فيه بيض البيض. كنتمنى ان شاء الله تجربوا من الاعجابكم، الى عجبكم اخواتي بحال اللي ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، الى حلقه قبيله بحول الله.